سيانور في الطرح الاخراني مع مزل حر قلت الصوص بديت تختف اليوم مايونيز مع خدمته برك الله ديفونسيفمون الاولاد خير برشا حتى لو كان عملت تورن اوفر نتاع الافكتيف جول كما كنت نقول لهم دو احنا الماتش هميكو اون شيرشو با باش نربحوا احنا بلوس 6 ولا بلوس 7 لعبنا كونتر اون اكيب قويه عندها تاريخ دونك حبينا الماتش هذا يكون ان فري ايفالياسيون ونوصلنا فما برشا حاجات خذيت مايونيز نتاعها سيرتو في الاتاك بلاسي عندنا برشا ما لعبناش هكا مي كومان في ماتش اميكال لازمنا نحطوا الناس كلهم ديفيكولتي كوسوسوا معناها او نيفو سكور معناها حتى كيف دورنا الافكتيف ورجع سكور مانيش متقلق نحب نربح كل اتاك اللي باش ناخذوا بها الماتش كل ري اللي تجيب لنا ماتش قادر في الاخر احنا نحضروا في الجرو ماتش نحضروا في الكونكيرون ديريكت ومش تلعبوا في الاحصائيات في الدقائق الاخرانيه وفي الثنائيات الاخرانيه دونك فرحان بالماتش تاع اليوم فما دونسيتي فيزيك فما اكتيفيتي تاع ديفونس صحيحه مازال عندنا برشا ديشي تكنيك في الاتاك بون الكره تزلق شويه وكل مي كومام عندنا نيفو مينيموم ما نجموش نتاحي من احنا سيليبر عندنا فيكتوار كومام كونتر كيب كبيره جوريت صغار قاعدين يخلطوا قاعدين يلعبوا كل مره نهزوا في الفريق بالصغار ماتش الاخراني في المنزل الحر دوزيام ميتون بريسك لعبوا 30 مينوت كامله صغار وبشوي بشوي ياخذوا الثقه في روحهم معنا ونيس وغان دوبل اوبجيكتيف نحاولوا باش نعملوا بريمي اوبجيكتيف برينسيبال هو نادي الافريقي ترجع ايكيب كومبيتيتيف تلعب الالقاب بغض النظر جات ولا ما جاتش مي الجمهور يحس بلي جمعيه رجعت جمعيه خذت ثقه في روحها جمعيه تلعب على اللقب ومؤمنه بحظوظها والدوبل دوزيام اوبجيكتيف هو اللي احنا نحضروا كيب صغيره اولاد النادي الافريقي اللي شي ياخذوا المشي على نهار اخر ان شاء الله من هنا لديسمبر من اخر العام نشوفوا الناس كل كومبيتيتيف 14 جوار كلهم فالابل يقول لك كيف كيف شفنا اليوم نيفو كبير يعني كل الولاد الاولاني سيف بعد تبارك الله الولاد يدخل بعده عمل دي ميراكل في دي بارادة حلوة ومن بعدك جاي المعلم عاد يلاكلو تو يغيلو تو اي في الاخر مجد حمزه معناها سي لا سوريس دو الكاتو اللي في الاخر يعمل لك لاريك الفوق كل شيء مي نادي كبير كيما نادي الافريقي يلزمو تروا بون غارديان فما كونكورونس الدور اللي في الجرادا يهبط برومي والبرومي يطلع جرادا ما فماش احنا نحاسبوا على النومبر داري في الماتش يتشاركوا فيهم بعضهم كل واحد وحده المفيد يلزمنا نتحاسبوا على بلوس دو 40% وان شاء الله قاعدين برشا تروشيك مازال وتتحسن الظروف شويه الماديه والولاد ما نفهمش شكون مازال متقلقين شويه ان شاء الله الامور هذيك تخلط باش نجموا نخدموا في ظروف احسن توا كل شيء يتحسن ان شاء الله نعدوكم سنة وموا جمهوري شيخ معنا الادرينالين شيخ ماتشوات حلوين وان شاء الله الربح ان شاء الله يجي بشويه بشويه نربحوا ماتشوات ان شاء الله باش نزيد نقلقك سؤال الاخراني اش تحس يا نور كي تمشي لبرا في الميدا بقايا تلقى جمهور الكلوب والله هذا هو اللي نحكيو فيه جمهور الكلوب الحقيقه جمهور عزيز برشا وجمهور ما ريتش كيف الحقيقه لخاطر وين تمشي تلقى جمهور الافريقي من الناحيه هذيك هم يشجعوا في الافريقي في سنه صفاقس كيف كيف في منزل حر كيف كيف يعني يستحق ان نلعبوا على خاطره يستحق ان نفرحوه والافريقي راهي ماهيش نتاع باب جديد راهي نتاع تونس الكل الافريقي هي ليكيب تاع الشعب والافريقي هي معناها وين تمشي تلقاه وين تمشي تنجم تفرحها دونك فما بليزير انك تربح ماتشواتك لانك تعرف انك فرحت برشا عباد وراك تعرف ان فما شيخه نتاع برشا عباد متعطشين للالقاب متقلقين للوضعيه نتاع النادي الافريقي كوسوسوا معناها فوت ولا هوند ولا باسكيت كيف كيف العباد هذوما خاسرين رابحين تلقاهم موجودين نقدموا لهم التحيه ونقول لهم اقفوا معنا فما ظروف شويه معناها متعبتنا الناس الكل حاولوا نوقفوا الناس الكل كل واحد من بلاصته مع الجمعيه وسيظرف ويتعدى معنا ظرف المادي راه مش يقعد 10 سنين ان شاء الله سنين ان شاء الله في شتر سيزون تبدا الفاس تدبلوكي لا سيتياسيون وان شاء الله نزينوا شويه العام شويه القاب في الظروف هذه يعطيك الصحه يعيشك بارك الله